بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا عن الكينوكزالين. اول حاجه معانا اكويشن بتوضح ان الكينوكزالين ليه تو فورمز، 1.4 دي هيدروكينوكزالين، 2.3 دايون. ده الكيتون فورم ليس ستيبل، هيحصل له تيتومريزيشن هيدينا كينوكزالين 2.3 ديول وهو المور ستيبل الكحوليك فورم. بعدين معانا المولوكولار فورمولا C8H6N2O2. مولوكولار ويت 162.15%، ميلتنج بوينت اعلى من 300. بعدين في اذر نيمز، في 1.4 دي هيدرو 2.3 كينوكزالين دايون، 1.2.3.4 تترا هيدرو 2.3 ديوكزو كينوكزالين، 2.3 1H4H كينوكزالين دايون، 2.3 دي هيدرو كينوكزالين، و 2.3 كينوكزالين دايون. بعدين معانا الجنرال اكويشن اوف سينسز، البنزين 1.2 ديامين هيتفاعل مع ايثان دايوك اسيد، هنعمل ريفلكس لمدة 45 دقيقة في وجود 12% HCl، هيدينا الكينوكزالين 2.3 ديول ستيبل فورم. بعدين معانا الـ IR spectrum، واضح ان في 3 band هيظهروا. البنزين بتبقى عند 3100 واعلى، وبعدين في الكربونايل بتبقى على هيئة امايد عند 1690، والان اتش جروب بتبقى عند اعلى من 3200. بعدين الان ام ار سبيكتروم، ومعانا الماس سبيكتروم. بعدين بيقول ان في ميديسينال كيمستري في ا لوت اوف انترست في الكينوكزالين. ليه؟ علشان هو يعتبر من امبورتنت كلاس من الهيتيروسايكليك كومباوندز اللي فيهم نيتروجين. فالكينوكزالين بايو اكتيف بريكورسر ريجاردنج اتس ديفيرس بيولوجيكال اكتيفيتي. البيولوجيكال اكتيفيتي بتاعته بتتمثل في ايه؟ في انه انتي انفلاماتوري، انتي مايكروبيال، انتي تومور، انتي فايرال، انتي اوكسيدنت، انتي ثرومبوتيك، اند انتي كونفولسنت اكتيفيتيز. بعدين هنوضح ازاي الكينوكزالين انتي كانسر. في منظمه ناشونال كانسر انستيتيوت عملت سيلكت 20 كومباوند were submitted for anti-cancer screening against 60 types of cancer cell line. The most active compounds من ال 20 واحد دول هما ال 5B و 12A. أول حاجة معانا هنا 4 steps. أول step البنزين 1.2 ديامين هيتفاعل مع إيثان دايوك أسيد. في وجود مية وكونك HCl هنعمل reflux، هيظهر لنا الكيتون 4 هيتفاعل مع الهيدروزين وابسوليوت ايثانول ريفلكس، هتدخل مجموعة الهيدروزين فوق وتحت هيبقى OH، هيتفاعل مع ابسوليوت ايثانول في وجود ال ايثايل سيانو اسيتات، هتدخل مجموعة ال سيانو اسيتات في وجود الاربعة كلورو بنزالدهايد بايبريدين ودايوكزان، هنعمل ريفلكس مع 2.4 دايكلورو بنزالدهايد، ادينا الفاينل برودكت 2 سيانو 3 2.4 دايكلورو فينايل ان 3 اوكزو 3.4 داي هيدروكينوكزالين 2 ايل بروب 2 ان هيدرازايد. الكومباوند 5B كونتيننج 2.4 دايكلورو فينايل مويتي ات سيانو اسيتامايد لينكج اوف هيدرازين كينوكزالين باك بون اكزيرتد سيجنيفيكانت جروث انهيبيشن activity against، ليها inhibition activity against ايه؟ leukemia renal cancer وال breast cancer. بعدين معانا هناخد الكيتون 4 هيتفاعل مع الداي مع سيونايل كلورايد و الداي كلوروميثان، هنعمل reflux هيظهر معانا 2.3 داي كلورو كينوكزال داي كلورو كينوكزالين في وجود كونيك ان اتش 3 و دايميثايل فلورايد، وهنعمل ستيرنج عن صفر سيليزياس مع الامونيوم اسيتات ابسوليوت ايثانول، وهنعمل ريفلكس هيدينا 3 كلورو كينوكزالين 2 امين، هيتفاعل مع الامونيوم اسيتات سوري هيتفاعل مع الايثايل سيانو اسيتات فيوجن، هتدخل مجموعة السيانو أسيتات هيظهر الكومباوند هيتفاعل مع المالونيترايل
بايبريدين ودايوكزان هيدينا الفاينل برودكت 4.6 داي امينو 1.3 كلورو كينوكزالين 2 اي 2 اوكزو 1.2 داي هيدرو بايريدين 3 كربو نايترين. كده بيوضح ان الكومباوند 12A معاه 4.6 داي امينو بايريدين ديانون سايد تشين ات بوزيشن 3 اوف كينوكزالين نيوكليوس exhibited remarkable anti-cancer activity against renal cancer. بعدين الكينوكزالين انتي مايكروبيال ايجنت 36 من النيولي سنسد كومباوند 36% من الكومباوند المصنعين حديثا screened for their antimicrobial activity using the agar diffusion technique. بيوضح ده عن طريق الاجار diffusion technique. بعدين ان الكومباوند 16P is highly active one في الكلورو أسيتايل ده نظير لل 16B greatly increase the inhibition mainly towards the B subtils و ال B vulgars. الإكويشن إن 2 كلورو 3 هيدرازينايل كينوكزالين هيتفاعل في وجود الكلور أسيتايل كلورايد و DMF steering فينايل بروميد دايوكزان وريفلكس ويكونيك اتش سي ال هدينا الفاينل برودكت 2 كلورو ان 3 كلورو كينوكزالين 2 ايل اسيتو هيدرازايد. بعدين الفيجر بيوضح 16 بي والسيبرفلوكساسين و 16 بي فالجارد والسيبرفلوكساسين ان على بي. واضح من الفيجر ان 16B معاه complete growth inhibition activity لما الكونسنتريشن رينج بيبقى من 100 ل 25 مايكروجرام لكل ملي والاكسلنت growth inhibition كان عند كونسنتريشن 12.5 مايكروجرام لكل ملي for both strains. كده نكون خلصنا موضوعنا.